كغيرها من المدن المغربية، رحبت مدينة برشيد تعرف أجواء خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك. تختلف الأثمنة باختلاف جودة الأضاحي، وذلك حسب أنواع العلف وصلاحية الحقن البيطرية. الأثمنة بثمن مناسب، اللي معلف مزيان يبيع ثمن مزيان، واللي ما مهلش راه كيمشي على حساب السلعة اللي عنده، واللي كيعلف علف طبيعي راه باين، واللي كيعلف شي علف اخر كل واحد كيمشي على الفلاح اللي هو فلاح، راه ما يمكنش يعلف الباهي يمشي علف عيان، والانسان اللي تيمشي شي سلعه مسوق يحولها للسوق هذوك هما الناس اللي تيكون فيهم شك بالنسبه للفلاح، ما يمكنش الباهي راه كيحسبهم بحال كيربي الولاد ديالهم. ثمن مناسب مزيان، كاينه 30 كاينه 40 كاينه 60 كاينه 70، داكشي مزيان، ماشي داكشي كلشي يتقدر ان شاء الله. الدراوي شاما خاضوا بداك الصومه زوينه، كلشي ناشط الحمد لله، والله الا بخير. حرص المكتب الوطني للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه على ترقيم رؤوس الاغنام والماعز، مستهدفين بذلك اصحاب جميع الوحدات سواء الصغيره منها المتوسطه او الكبيره، حيث بلغ عدد مربي الاغنام مجموعه 132,000 مربيا. وبالنسبه للحولك تنقلبوا اللي عنده الطنقه باش اما الحول اللي عنده الطنقه كنا نحاولوا ناخذوا، والحول اللي ما عندوش طنقه كنحاولوا ايفيتيو باش ما تجيوش العديد من الاشكالات من العديد من الشبهات، ماشي بحال العام اللي فات اللي طرق بالنسبه للناس اللي زرق لهم الحم ديالهم لعدد من عده اسباب، كاين اللي قال الفضل ديال الدجاج، كاين اللي قال البلاق اللي كتدق في الحم ديال الغنم، وكاين اللي قال عاوتاني العوامل ديال الذبح. بالنسبه للسوق هذا العام مزيان بخير، وبالنسبه للاثمنه كاين المليح، ولكن باقي ما كاينش اقبال على الاضاحي ديال العيد، باقي ما كاينش خروج. بالنسبه للعلف الحمد لله داكشي مزيان هذا العام بخير. إقبال المواطنين لهذه السنة لاقتناء أضاحي العيد يعد في مجمله بالمتوسط مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.